رب تكون يلا 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 أكد بس يا جماعة إن الصوت والصورة تمام. نبتدي على طول إن شاء الله. تمام زي الفل. بسم الله. اهلا بيكم في درس جديد من دروس اتعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل دروس اتعلم امريكي. الدروس ديت علشان تعرف ايه اللي بيحصل عندنا في امريكا بالظبط وتمشي على نفس الاسلوب ونفس الكلام ونفس كل حاجه. معلش يا جماعه هتلاقوا احيانا بيسقط اليوم، احيانا الوقت مش هو مظبوط زي زمان، بس انتوا عارفين طبعا الفتره بتاع كورونا دي في ناس بيجي لها ما فيش شغل وفي ناس بيجي لها الشغل على عينيها. فالحمد لله على كل حال. اللي يهمني بقى ان في ناس كانت بتعلق على الكتاب وان الكتاب دوت ما تعرفش تلاقي له نسخه على الكمبيوتر. فانا اردرت الكتاب السكند اديشن، النسخه الثانيه من الكتاب ده، باينه كده النسخه الثانيه من الكتاب ده، وهيجي بكره ان شاء الله. وهعمل لك لينك على موقع من المواقع اللي فيه الكتاب ده. انت ممكن تلاقي موقع كتير اللي فيه الكتاب ده النسخه الثانيه بالانجليزي والعربي، فيبقى عندك انت الكتاب وعندي انا الكتاب، وتقدر ان انت وانا نبقى عارفين هنعمل ايه من قبل ما نعمل. وما انتش محتاج اصور لك الصوره زي كده، هو موجود اوريدي على عندك على الكمبيوتر. طالما عندك نت تقدر تلاقيه عادي. اللي انا طالبه من حضرتك حاجه واحده بس، انا عندي النسخه وممكن اخش على الكمبيوتر قدامي واطبعها كمان لو عايز، بس ما عملتش كده. انا اشتريته من على الاي باي ب 8 دولار علشان ما ينفعش، ده رأيي انت حر بس انا بقولك ده رأيي، ما ينفعش ان هو ينفع تشتريه وما تشتريهوش وتستعمله. انا اسف في الكلمة بس هي لازم تبقى صريحة كده، مسروق. لان انا ما اعتقدش ان اللي حاطط الكتاب هو الجامعة بتاعت اوكسفورد نفسها. جامعة اوكسفورد دي من اكبر الجامعات في العالم، فانت المفروض انك انت هم عاملينه عشان الناس تتعلم. بس انا لو ينفع اشتريه طالما بيتباع يبقى انا ينفع اشتريه، يبقى انا اشتريه علشان ما يبقاش حرام ان انا بستعمل حاجه كانها مسروقه ومحطوطه على النت ببلاش. انا مش عارف لو الجامعه دي هي اللي حاطه، خلاص استعمله. هم الجامعه دي اوكسفورد هم اللي حاطين الكتاب وببلاش. انا ما جربتش ابص، انا هجرب ابص طالما قلت لكم كده. لو هم حاطينه خلاص اوكي مفيش مشكله، لان هم صاحب الحاجه وهم اللي عارضينه. لكن لو مش هم صاحب الحاجه وده موقع ولا منتدى فتكات وحطوا الكتاب كده، اذا تعرف تشتريه اشتريه، تعرف تشتريه من على الاي باي اشتريه، ما لقيتلوش سكه انك انت تعرف تشتريه. انا مش عارف ممكن تعمل ايه. الموقع اللي انا هقول لكم عليه الصفحه اللي عليه الكتاب ده اللي هنبتدي نستعمله النسخه الثانيه، مش ده لان ده مش موجود. لو انت تعرف هتلاقي قلب احمر كده مكتوب دو نيت. دو نيت يعني ايه؟ يعني تبرع. لو ينفع تتبرع له ان شاء الله حتى بخمسة دولار اتبرع له، بحيث تبقى انت عملت اللي عليك وايه ودفعت ثمن الكتاب. لانك انت تستعمل حاجة مسروقة مش هتكسب منها ولا هتربح ولا هتستفاد صدقني. اوكي؟ لو انت ينفع تشتريه اشتريه، مش عارف تشتريه اتبرع على الموقع ده، هو مش تبعي والله ولا يخصني، بس كانك بتدفع له عشان هو منزل الكتاب ده، فهو انت بتدعمه انه يقدر يكمل. مش هتعرف تعمل حاجه زي كده، شوف حد محتاج كتاب واشتريه له بنيه ان انت يا رب عشان لما اذاكر في الكتاب اللي هو زي ده النسخه الثانيه يبقى انا مش واخده مسروق. انا على قد ما اقدر حاولت ان اطلع ثمنه واي حد يستفاده. لو تقدر ارجوك لو تقدر تعمل كده اعمل. وانا نسيت، انا اخش على جامعه اوكسفورد دي، اخش على الكتاب ده الناشر ده نفسه واشوف اذا كان هم
حاطينه موجود ولا تمنه ايه ولا عاملينه يعني كده زي هنا في امريكا بيساعدوا بيه الناس اللي عايز تتعلم انجليزي ولا ايه؟ بس الفكره كلها ارجوك حاول انك انت ما تاخدش حاجه مسروقه، ونظام انك تاخد حاجات مسروقه سواء بقى كانت حاجات حلال او حاجات حرام او اي حاجه، دي نقره ودي نقره. الحاجه دي قله ادب، الحاجه دي غلط، بس انت بتتعامل بفلوس وانت خدها برضو ببلاش، برضو ما ينفعش. حاول على قد ما تقدر. اوكي ماشي. انا كاتب لك في التايتل احترس من المستشفيات في امريكا. ليه بقى؟ لان المستشفيات هنا انا بسميها عامله زي الجزار كده، عامله زي الجزار هنا في البلد دي. تخش المستشفى هنا تطلع منها عليك بالله باربع خمس تلاف وانت طالع، يعني وانت طالع ده عن تجربه شخصيه. انت بتخش تعبان ياخدوا منك بياناتك، وتقعد تلاقي ناس دخلالك كده اهو عماله تكشف عليك، انت مالك في ايه؟ دي تعباني، تعالى بقى اعملوا له اشعه واعملوا له تحاليل، وهات دكتور مش عارف ايه، وهات دكتور كذا، ويقعدوا بقى يكشفوا عليك وكل واحد المستشفى بفاتوره، الدكتور اللي كشف عليك بفاتوره ثانيه، اللي عمل لك تحليل فاتوره ثالثه، اللي عمل لك مش عارف ايه فاتوره رابعه، اللي جابوا لك حاجات فاتوره خمسه. تبص تلاقي وكل فاتوره بقى دي 300 ودي 400 ودي 700 ودي 1200 ودي 3000. تبص تلاقي دب 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 دب، تبص تلاقي عليك الوفات. ايه يا عم ده؟ هو اللي يقع تحت ايديكوا وتجزروه كده؟ ما انت ما عندكش تامين. لو ما عندكش تامين، خلي بالك، او ما عندكش، فاكر انواع التامين اللي اتكلمنا عليها؟ سواء تامين انت عامله او تامين تبع الحكومه، هنعمل لك ايه؟ ويعملوا لك بقى حاجات قد كده. ما دفعتش هنحطها على الرقم بتاعك، فاكرين السوشيال سيكيورتي نمبر، نحطه لك على الرقم بتاعك ان عليك ديون قد كده وانت ما بتدفعش. فمش قادر اقول لك الشيء زي ده قد ايه رخم في امريكا. فلازم يبقى عندك تامين يا ما تروح لهمش اصلا. وفي الاخر على حسب بقى، لقوك انت، وطبعا عشان يعملوك بقى عمليه او مش عارف ايه او اي حاجه تانية، ولو بقى دخل عندهم حد اسباني بقى وتعبان ومش عارف ايه، لقوهم جايين مدخلينه في اوضه. بنت قالت لي قعدنا خمس ساعات في المستشفى، خمس ساعات على ما حد جانا، خمس ساعات حطوهم كده، انت هتبقى كويسه مش عارف ايه بتاع، ممكن يحط لهم جهاز ولا اي في ولا حاجه كده، ويسيبوهم بقى، وكل ساعه ولا اتنين لما حد يخش يشوفهم عايزين ايه، وبعد كده هتدفعوا ازاي، وبتوع الحسابات يجوا لك. المستشفيات هنا في امريكا يعني الناس اللي بتشتكي او المصريين والناس اللي بتشتكي، تعالى شوف هنا عامله ازاي. فعشان تنفد من الموضوع ده يبقى معاك تامين، يبقى ما عندك تامين. ماشي. في دكاتره هنا من الصعب، يعني انا ما شفتش انا الدكتور ده، الغالب الدكتور ده ما بيبقاش موجود. فاكرين اللي بيبقى موجود هنا فين؟ اهو بيديتريشن، ده عشان ده بيمشي اولاد وبطنه، انما الدكتور ده يعني قليل لما تلقاه، بس موجود طبعا وكل حاجه. ماشي. هتلاقي كلمات طويله وصعبه، فانا هقسمها لك علشان تبقى الدنيا سهله. خلينا انا محمر احسن، مش بقى بتاع دي كده. ماشي، علشان تبقى عندك فكره، لان الكلمه تبان طويله بس ساعه النطق والبتاع تلاقي النطق بسيط والناس بتنطقه عادي، مفيش اي مشكله. هتلاقيني دايما ببص كده علشان ايه لو في حاجه يعني. اوكي. الاول خد بالك من المعلومه دي، عشان في ناس كتيره في بلادنا غالبا واحيانا هنا بيغلطوا فيها. انت عندك طبعا دي ما اسمهاش هوسبيتال، انت بتتعلم امريكي. لو مش عارف ليه بننطقها كده، هتلاقي كل مره بقول الكلام ده خش على اليوتيوب، هتلاقي صفحه بار كده بتاع سيرش، اكتب مستر سام 2016 من غير اي مسافه، يطلع لك الصفحه بتاعتي، هتلاقي الحروف وتلاقي كل حاجه، واعمل سبسكرايب عشان حضرتك تلاقي الصفحه على طول، ما تقعدش كل شويه تلف عليها. انت بقى على الفيسبوك تعمل لايك تعمل شير ولا حاجه من عندك، انا ما بيفرقش معايا، انا المهم عندي انك تستفاد وحضرتك تذاكر الحاجات دي. هتلاقي عندك حرف الاو ده بالامريكي مش او، مش هوسبيتال، مش ها ها ها، مش هو ها هوسبيتال، ده بي هوسبيتال. اوكي. المستشفى ده اسمه، الناس اللي شغاله في المستشفى اسمهم ايه؟ ستاف،
مش ستاف. ستاف المدرسين عندنا من احسن المدرسين في ستاف. ايه ستاف؟ ستاف دي باليو اللي هي قلنا قبل كده اللي هي البتاعة. هات البتاعة اللي هناك دي، دي ستاف. هات الستاف اللي هناك ده، هات اللي هي ايه بيقولوا عليها العرب مالتي، يعني حاجة بتاعتي. ده مالتي يعني بتاعتي، اسمها ستاف. ماي ستاف بتاعتي مالتي كده. انما الناس اللي بتشتغل دول اسمهم ستاف مش ستاف. الستاف اللي شغال كذا. اوكي تمام احنا كده تمام. هوسبيتال ستاف. ايه اول واحد عندنا؟ نقسم بقى في الكلمات. خلي حلو البتاع ده كده نسند عليها. خلي بالك بقى عشان الطبيب ده بيبقى اتنين مشبوكين في بعض، وما بيبقاش معظم الناس عارفة هو اسمه ايه، ما بتشغلش نفسها، لان هو بيبقى ده وده. غالبا كل الدكاترة هنا بيبقوا الاتنين مع بعض، ما بيبقاش بس واحد لوحده. ما كان طلعت ممرضة وخلاص، ما كانت طلعت نيرس ميد وايف وخلاص، ايه اللي تطلع ليه بس ده؟ لا ما كانت طلعت ده وخلاص. لكن معظم الدكاترة عندنا بيبقوا مشبوكين ده، عشان خاصة البنات أو الستات اللي هنا في أمريكا مع ده. تمام؟ وبيبقى اسمهم O B G Y N. الدكتور ده هنا في أمريكا عشان تبقى عارف، سيبك من الكتاب، أنا بقول لك اللي بيحصل هنا في البلد دي. O B G Y N هو الدكتور كده اسمه كده. I'm looking for a doctor O B G Y N. كده اسمه دكتور O B G Y N. نكد بقى انت زي ما عايزه اكس واي زد، واقعد قول اللي انت عايزه. بس هو الدكتور ده هنا اسمه ايه؟ او بي جي واي ان. ايه الفرق؟ الفرق افهم عشان لما تحفظ تبقى حضرتك ايه فاهم. الفرق ان الدكتور ده دكتور ولاده، ده طبيب ايه؟ بيخش يولد او بتخش تولد. انما ده بيتعامل مع عندك ايه وعندك مش عارف كذا، ويقوم كاتب روشتات وخدي كذا. لا لا لا، ده بسبب ان 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 المبيض بيبقى نشط في الفتره دي فبيعمل الاوجاع دي، فما تاخديش حاجه، ده مش محتاجه له اي حاجه ولا بتاع ده. بس انت لو تعبانه قوي انا اكتب لك تاينانول. ليه؟ عشان في تاينانول في استامينفين اللي هو بيخلي الواحده لو حامل او كده ما ياثرش على الجنين، ففيه الماده دي فخدي منه كذا مثلا. اوكي فده دارس، ده جي واي ان دارس اللي هو جينكولوجيست، ده دارس ان هو يعمل ويكتب روشتات وبتاع. انما ده بيولد، ده بيولد. فده لما يبقى الدكتور هنا ده مع ده، تقوم هي تقابل الـ الحامل وتتابع معاها ومش عارف ايه، وهي كمان اللي تولدها عشان تاخد قرشين، لان الولاده هي اللي بتطلع لها فلوس. تمام؟ الولاده هنا في حدود 7000 دولار تقريبا، بس لو هي بقى انشورنس او في زي ما قلنا تبع ميديكيت تبع الحكومه، ده بيبقى ايه؟ بيبقى هم اللي بيدفعوا للدكاتره. بس كده بتتابع متابعات، متابعات طبعا، متابعات في الاول كل شهر، بعدين شهر كل شهر، الاول شهرين بعدين كذا، بعدين في الشهر الاخير بتروح كل اسبوع تقريبا او كل اسبوعين او كل اسبوع، عشان بيبقى خلاص ميعاد، يعني اخر شهرين دول بيبقى كل اسبوعين بعدين كل اسبوع بتتابع. اوكي طيب، ده طبيب ولاده، وده اللي بيتعامل مع الحامل ويكتب لها روشتات ويقول لها تاخد دواء ولا ما تاخدش وتاخد ايه. النيرس ميد وايف دي هي لايسند او سيرتيفايد انها ممكن تولد، او لو الدكتور ده مسحوم وفي كتير قوي، هنجيب لهم منين طبيب ولاده لكل دول؟ ففي حاجه اسمها نيرس ميد وايف، يعني ولاده بتعرف تولد، عارفه تعمل ايه وتسوي ايه زي ما الدكتوره قال لها بالظبط. لو الحكايه فيها بقى ما اعرفش كذا، ساعتها تكلم الدكتوره تقول لها لو كذا اعمل ايه، لو هي يعني. لكن غالبا بتبقى النيرس ميد وايف دي اخذت الشهاده وعارفه وبتعمل زي الدكتوره بالظبط، ومع الخبره خلاص بقت زي الدكتوراه، اعمل كذا اسوي كذا عرفت. فدي ممكن تحل محل الايه اللي هو طبيب الولاده ده. اوكي بس النيرس مهما كانت، نيرس الميدوايف هي تعتبر النيرس فين؟
براكتيشنر، اهي اللي هي دي النيرس براكتيشنر دي هي نفسها ده، بس النيرس براكتيشنر دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل اشعه وتكشف وتعمل، انما دي بتعمل ده وكمان تولد، اللي هي النيرس ميدوايف دي. ماشي؟ فعشان ما تبقاش عمل كلمات وتحفظ وخلاص، تبقى فاهم. يعني تاني واحده حامل وعايزه تعمل، تعمل اشعه، تعمل مش عارف ايه، النيرس براكتيشنر دي هي اللي ممكن تعملها الاكزام والمش عارف ايه والتحاليل، ودي اي موجوده في اي مكان، اي حته، مش لازم واحده حامل بس. لكن اول ما يخش الموضوع في حمل، يبقى عايزه او بي جي واي ان، اللي هو طبيب بيولد وبيتعامل مع الستات بشكل عام، سواء كانت حامل او مش حامل. جي واي ان اي ست عندها اي حاجات، حريمي مش حريمي مش عارف ايه، تعامل مع الستات، ده الدكتور ده بتاع الستات خلاص، وده اللي بيولد الستات، وغالبا بيبقوا هم اللي ده هو نفسه بيعرف يولد. طب ده زحمه مش لاقي يعمل ايه؟ ما هو مش هيقف على المستشفى مليانه ستات عايز تولد، هيعمل ايه؟ هيقوم جايب معاه نيرس ميدوايف، دي لايسند من لايسنس، فاكرين رخصه، او سيرتيفايد جايه من سيرتيفيكيشن اللي هي الشهاده، سيرتيفايد انها تعمل ايه؟ تعمل زي النيرس براكتيشنر دي، تعمل اكزام وتشوف وبتاع وتكشف وقلبك وودنك وكده، وتقعد تكشف وبعدين كمان تولد. دي ما بتولدش، دي تعمل بس اختبارات، دي اللي بتقابلك في الاول وتقعد توريني وعندك ايه وضغطك وعينك وودنك، وتعمل زي الدكتور وبتاع، وبعدين ها يا ترى عندك ايه. يجي الدكتور، هو الدكتور مش فاضي، يخش لك الدكتور 5 دقايق 10 دقايق ويطلع. يجي قبل النيرس دي براكتيشنر، يقول لها اللي في اوضه 7 ايه نظامه، تقول له يا دكتور دي عندها كذا كذا وعندها مش عارف ايه وبتاع، وخدت انا شاك ان هي ممكن يكون عندها كذا. اوكي، يخش ها اخبارك ايه عندك، ده اسمه كذا ومش عارف ايه وبتاع، ويقوم كاتب روشته. النيرس ما بتكتبش روشتات، الدكتور بس هو اللي بيكتب. اوكي، لغايه كده فاهمين؟ عشان لما نيجي نتكلم تبقى فاهم. طب طالما مفيش اسئله يبقى الناس المفروض فاهمه، لو مش فاهم ببعت لي وانا نشرح لك الحاجات دي. اوكي ماشي. اوبستريشن. اوكي، اول حاجه اوبستريشن، اوبستريشن اوبستريشن اللي هو دكتور الايه الولاده، اوبستريشن ريشن، اب استيت ريشن، ابستريشن طبيب الولاده. احنا هنا في امريكا حرف التي ده قلت لك بيزهقهم شويه احيانا، زي انترنت لا انرني ما ينطقوش التي، او على الاقل في المنطقه الفلاحين اللي انا عايش فيها دي. اوكي، فانرني يعني مش انترنت، خلي بالك عشان انت بتتعلم امريكي من واحد عايش في امريكا، فانا بقول لك اهو دي بقى ما بينطقوش التي. انر نست، التي دي سايلنت. انر نست، انر وبعدين نست. انر نست ده اللي هو طبيب الباطنه، اللي هو الواحد ما بيشوفوش هنا بس موجود. انر نست، طيب هيقعد بقى يعمل لك اشعه ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، يبقى لا سوري، ده طبيب الكارديو بتاع القلب، ده لما بجري يا دكتور بعد مش عارف ايه بتاع فيكشف عليك وكده. كارديو، عارف الكارديو فاسكولار، يقول لك ده اجري عشان الكارديو فاسكولار، اللي هو الطبيب اللي بيروحوا له اللي عايزين يعملوا علاج طبيعي ومش عارف ايه والحاجات دي، دي الامراض بتاع كارديو فاسكولار. انما الدكتور اسمه كارديو جيست، كارديو جيست اللي هو كارديو كده اسمها كده، كارديو لوجيست، كارديو لوجيست ده اللي هو الايه؟ الدكتور بتاع اللي هي الحاجات اللي تتعلق بالقلب. الصوره واضحه كده؟ اوكي، بعدين اخذنا احنا دي قبل كده وقلتها لك، نقولها تاني. بيدياتريشن اللي هو طبيب الاطفال، او ما يبقى معاه هنا في امريكا، مش هتطلعي بالمستشفى بالمولود الا لما تقول لنا في اول مين البيدياتريشن اللي هتروحوا له
عشان لازم تروح بالمولود بعد ولادته باسبوع للدكتور بيديتريشن يتابع معاه. فتقول لنا كده من دلوقتي لان ده قانون لازم تقول لنا هتتابع دكتور اطفال مين علشان نعرف عشان نسلمك المولود ويقول لك يلا بالسلامه من المستشفى. لازم نكون عندك بيديتريشن، لو مش عندك ندور لك ونعمل لك وبتاع ونحدد لك احنا كمان ميعاد. المهم انك هتطلع من هنا على بيتكو بعد الاسبوع الجاي ده هتكون عند البيديتريشن عشان اشوف البيبي. اوكي وصلت المعلومه دي؟ طيب اللي بيعمل بقى الاشعه وبتاع راديولوجيست. هنا في امريكا في حاجتين في الراديولوجيست، في حاجه اسمها اكس راي اللي هو الاشعه اللي انت عارف زي الايد والرجل والبتاع، في حاجه اسمها سونوجرافي. سونوجرافي ده مجال اتفتح قريب قالوا 10 سنين كده وبيتطور تطور مذهل وبيعمل فلوس كويسه قوي اللي بيشتغل في الحاجات دي. الراديولوجيست ده اللي هو زي ما اقول لك اللي هو بتاع الاشعه والاكس راي والكلام ده، تمام ماشي. طب لو انت الشخص ده عايز يروح لطبيب نفسي، البي دي ما بتتنطقش طبعا، دي راديو، عارف انت الراديو اللي هي الاشعه، الراديو ده عباره عن ايه؟ موجات كده. فراديولوجيست اوكي، ده البي دي مش بتتنطق، دي سايلنت لان جه بعدها الاس. جبت الكلام ده منين؟ هتلاقي الحروف كلها في مستر سام 2016 على اليوتيوب، هتلاقي قايل لك انا في حرف الاس او البي مش فاكر بالظبط ايه، ان لو جه البي ده كده ورا الاس البي دي مش هتتنطق، بتتنطق من اول الاس وتبقى ساي ساي كده ساي كيا. الاتش دي ما بتتنطقش دي كمان، عايزين نجيب قلم للحاجات اللي مش بتتنطق يا جماعه. ودي كمان ساي كيا تريست سايكياتريست ساي كيا تريست اوكي. الاطباء النفسيين نوعين، طبيب بيشتغل على دماغك وافكارك ان انت محتاج تصلح الافكار دي، وطبيب تاني بيشتغل على انه يديك برشام وحاجات عشان يهديك وبتاع لو انت عندك شويه مشاكل نفسيه. الطبيب اللي بيشتغل على المشاكل الافكار اللي في دماغك هو عندي افضل عندنا من وجهه نظري انا عشان بحب السايكولوجي. السايكولوجيست ده عندي افضل من انك انت تروح طبيب نفسي عمال يديك في برشام عشان يهديك وانت ما بتهديش دماغك بسبب افكار غلط في دماغك. فالطبيب اللي مش بيديك برشام وبيشتغل على دماغك اللي ماشيه غلط ما بيلجاش للبرشام ده الا في حاله انك انت مش قادر تتحكم في نفسك خلاص. فبيعمل كده لغايه روق فتحت عينك. طب ركز بقى، انت المشكله دي عامله لك بسبب ان انت بتفكر غلط في كذا، لو فكرت بالطريقه الفلانيه كذا 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 العرض ده هيختفي ومش هيحصل اي حاجه. اتبنت على الفكره اللي بكلمك عليها دي علوم كتيره قوي، زي علم مثلا فوق الجينات، علم بالعربي ايه، علوم كده انا ممكن نقعد، بس انا مش عايز اطول في الوقت، خلينا في الدرس يعني. بس انا عايز اقول لك ان هو في صيحه في العالم كده وفي حاجات كده علوم بقى لها 10 20 سنه زي ما تقول كده اكتشفوا حوالي 20 سنه كده، اكتشفوا ان معظم المشاكل اللي في الجسم وكده هي اصلا اساسها نفسي، وان العامل النفسي ده لو اختفى المرض ده هيختفي او الحاجه دي هتختفي. تصور ان بيبقى منها امراض بتؤدي لسرطانات، الامراض اللي بتؤدي للعقم وناس رجعت بقت يعني ما بتولدش بقت تولد بقى مش عارف ايه بسبب حاجات في النفسيه لما اتصلحت اتصلح السبب نفسه، انما اقعد اعالج العرض وسايب السبب الاساسي اللي عامل المشكله في صيحه كده انا بتاع 20 سنه وانا من الناس اللي بيحبوا العلوم دي يعني. فالمهم ان الدكتور ده اسمه ايه؟ سايكياتريست اوكي؟ سايكياتريست ده هايل يعني. اوكي بعدين اخش على دكتور العيون، نعمل اجيب قلم ايه يا جدعان عشان حروف السايلنت هنا كتير. اوف دي مش بتتحرك ودي مش افتلمولوجيست ماشي كده ماشي ماشي. وادي مثلا دي كده بالاخضر اهي،
في ايه تاني مش بتنطق؟ بالاحمر دي اهي بقت بالاخضر اهي، وده ما اهي بالاخضر اهي. نخلي القلم الاخضر ده الحاجات اللي ماشي اللي مش بتنطق. اوف ادي اوف. خلي بالك عشان الناس هنا بتقول الحاجات دي عادي، بس انت بتشوفها كلمه طويله بس بيبقى مش ده اللي هو دكتور عشان لو عندي حاجه في قرايه اقول كده اوف تا. وبعدين ده كده مع نفسه، بعدين مولوجيست كده اوف تومولوجيست. الاتش مش بتنطق والال ما تدوس عليها فتبقى اوف تومولوجيست. اوف البي اتش تاني مستر سام 2016 هات حرف البي هتلاقي بقولك البي اتش بتنطق في في. فا اوف دي اوف تومولوجيست الال ما تدوس عليها. افتالمولوجيست اللي هو دكتور العيون، بتروح لدكتور افتالمولوجيست عشان افتالمولوجيست ال ما تدوس عليها افتالمولوجيست.